كما ذكرت في موسكو في العام قبل الماضي في دوري الأبطال. ولذلك ربما الآن يضع جماهير نادي تشيلسي ربما أيديهم على قلوبهم، لكن فرانك لامبارد الذي سجل الهدف الثاني وكان هدف الفوز حتى ما قبل أن يأتي وايان روني ويهدي التعادل ويصب المباراة إلى ركلات الترجيح. لامبارد أول البادئين، أول البادئين فرانك لامبارد لنادي تشيلسي. وبين فوستر في المرمى الإنجليزي وكرة فيها هدف، هدف لتشيلسي في الكرة الأولى، الركلة الترجيحية الأولى تشيلسي. لامبارد سجل في موسكو في مرمى أيضاً فاندر سار في الوقت الأصلي، والآن يسجل من علامة الترجيح. يتقدم لدينا اللاعب، لديه من الأرقام القياسية الكثير جداً، أكثر من فاز وأكثر من لعب في الدرع الخيرية، وتاسع أفضل هداف في تاريخ المان يونايتد، وأكثر من لاعب في تاريخ المان يونايتد، وأسرع من سجل في تاريخ المان يونايتد. يا لها من أرقام لجيكس. جيكس يتقدم ولكن يضيع، بضيع من ريان جيكس ركلة ترجيحية هي الأولى، وبيترتشيك بالقدم اليمنى يتألق في إبعادها من أمام رجل الأرقام القياسية في كرة القدم البريطانية ونادي مانشستر يونايتد. ميكائيل بلك هل يسير على خطى لامبارد ويسجل؟ واحد من الاختصاصيين أيضا في ركلات الترجيح، وحالة من الترقب عند أنصار نادي تشيلسي. بلك إن سجل سيتقدم تشيلسي بهدفين من ركلتين ترجيحيتين. يتقدم ويسجل جول، هدف ثاني لنادي تشيلسي. لامبارد يسجل، ميكائيل بالك يسجل، والدور الآن على مانشستر يونايتد وعلى اللاعب ميكائيل كاريك. كاريك، سير إريك فيرغسون وبيتر تشيك في المرمى، وكاريك على التنفيذ. يتقدم كاريك ويسجل جول، يسجل أول أهداف المان يونايتد من علامة الجزاء الترجيحية، وبالتالي هدفين لهدف حتى الآن لنادي تشيلسي. ديدي دروغبا ثالث المتقدمين لفريق نادي تشيلسي. تشيلسي العلامة الكاملة من ركلتين ترجيحيتين. وبين فوستر اختبار جد في مباراة تحت الأضواء أمام أكثر من 85,000 متفرج اليوم هنا في ويمبلي. وجون تيري الذي يقول أنه يكره أن يشاهد مانشستر يونايتد يرفع البطولات الكثيرة. وديدي دروغبا يتقدم الآن للركلة الترجيحية الثالثة ويسجل جول بشكل ممتاز، وبشكل أيضا لا يدع مجالا للفرصة لصد لحارس المرمى بين فوستر. دروغبا الآن الدور على باتريس إفرا الفرنسي بالقدم اليسرى، عادة بالقدم اليسرى تكون في الزاوية اليمنى، عادة وليست قاعدة، عادة ما يتقدم لاعب. ولو أنا مثلا يعني جروسو مثلا لاعب المنتخب الإيطالي أهدى بلاده كأس العالم بالقدم اليسرى ركلة ترجيحية في مباراة فرنسا الأخيرة، ولكن الكرة كانت في الجهة اليمنى. يتقدم، هو حطها في الجهة اليمنى مثل ما قلت، لكن تنصد من بيتر تشيك. حطها سهلة بالمناسبة، حطها سهلة. إفرا يضيع، إفرا يضيع. الآن لو سجل ديكو تكون الأمور مبروك لتشيلسي، لو سجل ديكو اختصاصي في علامة الجزاء أيضا نقول مبروك اللقب الرابع في ذاكرة البلوز في الدرع الخيرية. يغير الكرة ولا يغير اللاعب؟ لا والله غير. ديكو ترك سلمون كالو، سلمون كالو عيد ميلاد مكلف جدا فوق 120,000 باوند، لكن يتقدم الآن كرة جول، وهكذا
هكذا انتهت الأمور. بطولة أولى لكارلو أنشيلوتي، بطولة أولى لكارلو أنشيلوتي في مباراة الأولى، في زيارة الأولى أيضا إلى ويمبلي. الرجل الإيطالي القادم بثمان ألقاب بعد ثمان سنوات في ميلان الكبير، الآن في لندن في تشيلسي مع إبراهيموفيتش. هذا الرجل الإيطالي صاحب الخمسين سنة يبتسم بالفعل. الفوز على الرجل الكبير، وطبعا يصافح لاعبي نادي مانشستر يونايتد بلقب الأول، اللقب الذي يسجل له في مباراته الرسمية الأولى، في زيارته الرسمية الأولى إلى ويمبلي. مشاهدينا الكرام، طبعا سنعود مع تتويج نادي تشيلسي عندما يرفع لقب هذه البطولة في يوم زيارة السيد كارلو أنشيلوتي الأولى أيضا إلى ويمبلي. وسنعود قبل ذلك إلى زميل محمد سعدون الكواري وضيوفه الكرام في الدوحة للحديث عما دار في المباراة ككل، على أن نعود كما ذكرت بعد ذلك بحول الله تعالى مع مراسم تتويج الفريق البطل وهو نادي تشيلسي في هذه المباراة. محمد سعدون لك الكلمة. الزميل علي السعيد الكعبي، إذا فريق تشيلسي المرة الرابعة في تاريخه يتوج بطلا لكأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح كما شاهدنا. إذا ركلات الترجيح